عندي موزة مخلية أو لحمة أو هوبر، أي هوبر حلوة كده. وبعد كده عندي زبدة أو زيت، بصل وتوم وجزر وكرفس، كرات، ملح وفلفل، مرق، بقدونس، زعتر، رز بسمتي، بسلة، لحمة مفرومة، مكسرات على الوجه حسب الرغبة. واحنا هنحط بدل المكسرات هنحط هوبر لحمة، وطبعا رز بلدي مش رز بسمتي. انا غلطت بس كتبته بلدي بسمتي، لكن هو عندي اللحمة هنا طبعا اهي بتتسلق مع البوكيه جرنيل وهو البصل والجزر والكرفس والرغو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشتغل ونكمل مع حضراتكم المقلوبة. طيب نعصج اللحمة الاول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بصل كبير اهو، كده ادي توم، ادي كرات وكرفس، كرات ابيض وكرفس، بدي طعم جميل جميل جميل. نعمل كده اهو بقى، وادي الخليط بتاعنا. خش يا باشا، خش يا باشا، خش يا باشا. شكرا. عندي الجزر ده هنكسره، نشيل ده، حلوه التكسيره دي كده. يا عمي محمد حاول تكلمنا تاني. المفرومه اهي يا منار. الو، نشكر الله ونصلي على النبي. تاخد حبة ملح وحبة فلفل، وهنا خد ملح وفلفل وخلاص شغال. كده ادي البسلة اهي، ادي الحلة اللي احنا هنعمل فيها المقلوبة. هنكسر الطماطميتين اللي احنا اهم، كده يا حبيبي يا حبيبي يا مخرجنا يا جميل. مش عارف انا من غيرك كنت عملت ايه. قال لي كنت شغال، هتشتغل كوافير. شكرني يا باشا. بصوا بقى ده لسه ني، لسه ني اهو بالجوز بتاعه اهو اهو اهو، لسه ني يا رجاله.
ده اللي حدايا. ما انا بقول لكم يا جماعة عشان بس انا بفهمكم بعمل ايه يا جماعة، عشان ما حدش يفكرنا ده استوى. يا اخي ما تساعدني، لوبك صاب يا اخي.